Tout le monde. زي ما اتفقنا انا عايز اخد برضو فكره الرز اعمل له تتبيله حلوه ويكون متطجن كويس. بس تعال الاول نركب بس الاول الحاجات اللي تاخد بينا وقت شويه زي الرقبه تاخد تسويتها ويبقى معانا وقت بقى نقدر نعمل بقى البصلايه نبدا نعمل الرز. هنشوف الامور واحده واحده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الرقبه الضاني حبه الخضروات اللي حواليها دي هي الحاجات اللي بتديني نفس في السلق. حبه الاعشاب دول فصين الثوم جزرايه اهو شايفهم يا استاذ كرات اي حاجه من الاعشاب او الخضروات العطريه بتدي نفس كويس. ولكن هعملها بطريقه غير البط. الطريقه فلفل اسود الاول على وش اللحمه وبكون مسخن عندي حله الناحيه الثانيه عشان هبدا هشوح اللحمه او هصدمها تاخد لون واحس ان انا بحمرها. لما تستوي معايا ان شاء الله في نهايه الطبخه تحس ان هي خلاص مستويه كويس جدا بس تحس ان هي متحمره زي اللحمه المحمره. حبة الملح كده اهو. وبص بقى دي انا عارف ان ده حاجات غريبة شوية بنعملها بس جربوا الطريقة دي. شوف بعمل ايه. خدت بالك ندهن كويس قوي الرقبة دي بالفلفل الاسود والملح ونيجي ناخد الكلام الحلو ده كله اهو على الحلة السخنة دي بسم الله ونبدأ نعمل كده ونسمع الكلام ده. سامع؟ اهو شفت بقى معلقة السمنة أو الزيت أو الزبدة بتعمل إيه؟ على السخونية ها؟ اهو وسيب دي كده اهو وهرجع لها تاني. بس خليني أعلي النار أيوه وسيبها شوية مش مستربع عليها عايز لونها يبقى محمر شويه. هرجع تاني بس فص توم وقع بسم الله تمام. هرجع تاني على زي ما اتفقنا مع حضراتكم عندي طاسه فاضيه هبدا هعصق فيها حاجتي واظبط اموري واحده واحده لاي حاجه هشتغل بيها. البصل ده اللي عايزه يدبل. تدبل ازاي؟ هنسيبه عندنا ينهار شويه. يعني ايه ينهار؟ انا عايز البصل ده يبقى مكر مش مكرمل يبقى جوسي مسكر كده عشان لما اكله مع رز ابيض يبقى فيه مزاج. دي الطاسه دي سخنت خلاص حالا بالا لحظه واحده لحظه واحده هكون معاكم عينيا الاثنين. ماشي انا المرقه دي سيبها على جنب كده تمام. هنعلي النار دي شويه كده اهو. وي افندم انا اسف اميره هانم صباح الورد. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بيك استكول. ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير يا فندم. أنا بحبك أوي والله. ربنا يخليك كلك ذوق. تسلمي شكرا. أنا عايزة أعرف بس طريقة الفراخ اللي عملتها قبل كده بالفريك. أنا فراخ بالفريك محشية فريك حاضر. وعايزة أعزمك برضو على فرح أخويا رئيس الشركة سهيج. يا سلام ده شرف لينا طبعا العزومة. يا رب يتم على خير إن شاء الله وأحلى فرح لأخونا إحنا كمان مش أخوك أنت بس. أحمد مبروك. اسم العريس ايه؟ نبارك له بس عشان نبقى يعني احمد. احمد ايه؟ احمد ابراهيم. احمد ابراهيم الف الف مبروك. ربنا يا رب يتم بخير وتفرحوا دايما يا رب كده باولادكم ان شاء الله. ربنا يخليك. الله يخليك. وبقى انا بحبك قوي وبحب اكلك وكل يوم بستناك. كل ذوق والله. انتوا بتوع صعيد حبايبي واهلي والله العظيم. ناس محترمين وكلكم اصحاب واجب. ربنا يخليك. كتر خيرك. كتر خيرك. يعني هتيجي تشرفنا يا فندم لو في استطاعتي والله ما هبخل عليك على راسي. يعني لو يوم ما عنديش هوا سيب بس اهم حاجه رقم تليفون وبيانات عشان ان شاء الله وربنا قدرنا ونقدر نعمل ده وما عنديش تصوير لحضراتكم هنا ويوم اجازه انا ما عنديش مشاكل اجي لكم على عيني وعلى راسي. على راسي اوامر. شكرا جدا ليكي وسيبي بياناتها ونبقى تسنين معاكي. ما حدش عارف بكره في ايه يمكن يعني ما تعرفيش. حاضر. طيب سنه زيت. بص بقى دي كبد بسم الله تنزل لوحدها مع نفسها كده واسيبها شويه بسم الله. كبد دي كبد فراخ للمعلومه مش كبد بط. واسيبهم عندي شويه كده ونرجع لهم كمان شويه. تعالى بس عشان انا شاغلني اللون بتاع الرقبه ركز شويه في حاجه في دماغي كده وانا شغال معاكم فبسيب اللون بسم الله. بص بقى هنا انا بتكلم عليه الله اكبر اهو ده اللي انا عايزه.
اه معانا يا استاذ. بص لون الرقبه عامل ازاي، لسه نيه، الريحه حلوه، اللون جميل، التسويه بسيطه، صدقيني تقدري تعملي احسن من 100 علقه في البيت. خطوات بسيطه كلها وسهله. النار دي مش شغاله ليه؟ دي بتعمل كده فيا. ماشي. طيب هنا انا عندي الالوان خدتها زي الفل، ابدا اجيب عندي الخضار بتاعي بقى اللي هيديني مرقه حلوه. بص بقى منظر الخضار عامل ازاي، وابدا هنا بقى احضر نفسي يا فندم. حاضر، لحظه واحده، عينيا الاثنين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. ناخد بس ايه حبه الميه المرقه دول عشان اقفل حاجتي وارجع تاني اكون رايق. ياسمين هانم. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك يا فندم. يا حضرتك الحمد لله يا فندم، كله بخير، يا اهلا بيك. والله حضرتك منور جدا يعني. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق والله، تسلمي، ده موجودك يا بنتي، بتحب حضرتك جدا جدا، ربنا يخليها لك ويحفظها لك. تطلع مع حضرتك جدا في برنامج يا فندم، ده هي تشرفنا. اسمها ايه؟ خديجه. خديجه ده جدوجي، اسم جميل. حاضر، عينيا الاثنين. حضرتك انا كنت عندي استفسار بس صغير كده قبل ما خديجه تكلم حضرتك. اتفضلي يا فندم. بص حضرتك، انا دايما بعمل البرام في الفرن. البرام تمام غالبا. البرام الرز المعمر يعني. مظبوط. غالبا دايما بيطلع مني حبه مستويين وحبه لا، مع ان اللحمه بتكون استوت، بس مش عارفه بيبقى بصراحه ايه الفكره في التسويه يعني. انت بتعمليه ازاي؟ واحنا نتكلم واحده واحده، فهميني بتعملي ازاي البرام. ممكن يعني بحط الرز عادي تمام، وبحط معاه السمنه وبحط اللحمه. بتحطي الرز الاول، الرز حضرتك بتحطيه في بوله فاضيه ولا في البرام كله مع بعضه؟ لا انا بحط نصه الاول وبعد كده بحط اللحمه. ايوه. وبعد كده بحط رز كله في الطاجن يعني. تمام. كله في البرام يعني. تمام. وبعدين بقى بحط اللبن، وبحط بقى قشطه مثلا او وش لبن او حاجه. طيب وبدخله. انا فهمت كده العيب في ايه. اولا لازم نجيب بوله فاضيه ونميكس او نخلط كل الحاجات دي مع بعض الاول، كميه الرز بالقشطه بالكريمه باللبن بكل حاجه كلها قلبيها لوحدها الاول في بوله فاضيه. تمام. اللبن يكون دافي يسهل معاك التسويه اكتر. دي مهمه. انا مش بدفي اللبن، انا بحط اللبن عادي، ممكن يكون بياخد منك وقت كتير، فبالتالي ممكن ما يسويلكيش الحاجه انت عايزاها مظبوطه. تمام تمام. دي حاجه. بص الكبده دي عامله ازاي، ودي ايه رايك في الكبده اللي انت شايفه يعني. طيب اولا اللبن يكون دافي. تمام. ثانيا حضرتك تكوني خلطه الزبده او السمنه مع الرز مع القشطه كله مع بعضه، مكعب المرقه بتاعك مطعمه، امورك مظبطه الدنيا في بوله، تجيب البرام بتاعك وابداي رص زي ما انت عايزه. اللحمه تكون مستويه، الفراخ تكون مستويه، الريش تكون مستويه، اي شيء هنحطه او هنحشيه في الطاجن الرز معمر لازم يكون مستوي. ليه؟ يعني اللحمه كمان لازم تكون كمان نوعها كويس عشان مظبوط، وتكون ناعمه، ما تبقاش قاسيه في التسويه نعم. عشان ما تلاقيش نفسك داخله في مرحله ودوشه كبيره جدا من خلال تسويه اللحمه بعظمها، لا ما استويتش زي ما انا عايزه، لا الحاجات دي كلها مهمه جدا. تمام يا فندم. ايه تاني؟ خديجه بقى هتتكلم حضرتك. الدهاني. الدهاني يا فندم، ربنا يحفظها لك. بسم الله. في البرنامج. الدهاني، ربنا يخليها لك يا فندم. الدهاني. الو. اهلا اهلا خدوجه، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حلوه؟ كويس. عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين، ما شاء الله ما شاء الله. ماما بتعمل اكل كويس ولا لا؟ ايه بقى بتعمل اكل ايه ماما؟ ايه اللي بتحبيه من ايد ماما؟ ها؟ البانيه والرز. بس كده؟ بس كده؟ ماما مش حافظه غير البانيه والرز؟ مكرونه بشاميل اللي بحبها جدا برضه. ايوه كده، قولي بقى الحاجات الكبيره، مكرونه بشاميل، وقولي بقى محشي. ها خديجه، في ولا مفيش؟ في كوسه عجبها جدا يعني. ربنا يحفظها يا رب، ما شاء الله ما شاء الله، بالهنا والشفا يا خديجه. يلا بقى احفظي طبق وتعالي اعملي معايا مسابقه. نعم. بقول لها يلا احفظي طبق وتعالي اعملي معايا مسابقه ان شاء الله. ماشي الكلام. هي عايزه تقول لحضرتك هي عايزه تعمل معاك ايه في البرنامج. اتفضلي قولي لي. انا عامل بانيه ورز. بانيه والرز صح ولا بتقولي بانيه وايه؟ بانيه وايه؟ بانيه ورز وبطاطس. بانيه ورز وبطاطس، دي اكلتك المفضله يا خديجه صح؟ دي الاكله المفضله لماما، يا عيني بحفظها لك كل يوم، بانيه ورز وبطاطس صح كده؟ هي دايما بتحب قوي تتبل معايا البانيه وتعمله في البيض والحاجات والفيجيتار وبتاع، يبقى قمر ما شاء الله من ايديها، ربنا يحفظها لك. وانا موافق على المنيو، يلا قدمي حالا وتنورينا ان شاء الله في اقرب فرصه. حاضر يا فندم، حاضر. حاجه ثانيه؟
شكرا لحياتك يا صباح جدا. الورد عليكي، شكرا جدا ليكي يا ام خديجه، وشكرا جدا ليكي يا خديجه حلوه، ربنا يحفظك يا رب. طيب وانا بكلم مع خديجه قمت نازل بايه؟ بحبه البصل بتوعي شايفهم، واشوحهم مع فص توم حلوين اهو، واجي اروح منغنغهم كده بسنه زيت زيتون، معلقه سمنه، معلقه زبده، اي حاجه نفسنا فيها تدي نفس وريحه حلوه، واسيبهم عندي ينهاروا. دول بتوع الطاجن، ها اللي هينزل معاهم حبه المرقه الضاني بتوع الرقبه، وهبدا اعمل منهم طاجن ان شاء الله يكون حلو وزي الفل. ببهرهم بالمره بسن بهارات مشكله من عندنا، بسم الله، وحبه ملح، وبهر حاجتي كويس، وسن جوز الطيب، تمام، ايه تاني، حبه حبهان مطحون، سنه قرفه شايفها، بص قد ايه الناعم كده، كمان سنه، وابدا اقلب حاجتي، بسم الله، الروائح الله اكبر، ريحه طاجن بلدي حلو، هو ده اللي بتكلم عليه اهو، شايف المنظر البصله بقت عامله ازاي. طيب هتسويها اكتر من كده اقول لك حرام، ليه بقى يا شيف؟ اقول لك كده احنا زي العسل قوي، اللون، التسويه، البهار، ما يتحرقش اكتر من كده، سيبها اديها فرصه للطاجن في الفرن، يعني ندي نفس في الفرن اكمل تسويتي واطلع حاجه مظبوطه يبقى طعمها كويس. خليني احط اجيب عندي معلقه زبده زي كده، شايفها يا استاذ، وادهن بيها الطاجن بتاعي، شوف يا بيه اهو كده اهو داير ما يدور، ماشي الكلام، واجيب عندي بصلايه حلوه كده بالشكل ده مع طماطمايه حلوه بالشكل ده، تاني كده اهو، تاني كده اهو، طماطمايه تمام تمام، عايز اخليها سبايسي وماله، مش عايز برضو وماله، ماشي الكلام. وهجيب عندي البصل بتاعي جاهز، ونشوف عندنا اللحمه بتاعتنا بقى اخبارها ايه. الشوربه ننزل بيها، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. قبل ما اروح على الطاجن اقفل، اخد حبه شوربه اشرب بيها، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شوف، بسم الله بسم الله، الله اكبر، بص الشوربه عامله ازاي، شوربه بيت، الله اكبر، ولا يهمك، باخد بعضي واجي هنا بقى كده اهو، سيب الشوربه تكمل تسويتها بقى خالص، ننساها، وطي النار شويه عليها، ايوه بس كده، ونظبط نار الرز عشان نبقى شغالين مظبوط، بس كده حالا، لحظه واحده، بس تمام. نرجع بقى هنا، ايه بقى عايز احط حبه مرقه الاول في ارضيه الطاجن، اه مش خدت بالك، تمام، اجيب عندي اللحمه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا ارص كده الرقبه الضاني، بسم الله. طاجن يعني ان شاء الله يجي بحضراتكم، فاكرين التحمير عامل ازاي؟ تمام لحد كده عسل قوي. البصلية بتاعتي كلها تنزل على وش اللحمة. ممكن نحط بقى لو عايزين صوص صوص لحمة لو حابين، ماشي، مش حابين أنا ماشية النهاردة بلدي قوي كده. كده أهو. غطي كله. وراح جايب تاني حبة مرقة تانيين على وش البصل، واسيب الكلام ده كله مع نفسه بقى شوية في الإيه؟ في الفرن كده مع نفسه، شوف، الله أكبر، تمام تمام، ورقة ألمونيوم،
واجري بيه على فين؟ على الفرن. افندم حالا، لحظه واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع الطاجن من الفرن بقى خلاص، على ما الرز ياخد اخر تشريبه ونغرف على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. تعالى يا باشا نشوف الطاجن ده عامل ازاي. شوف المنظر. برضو نجيب سكينه، نجيب شوكه، ونطلع حته كده من قلب. بص منظر البصل عامل ازاي. شوف اللي بدر الرقبه عامله ازاي. بص 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 بص، الله اكبر. شوف الرقبه، تعال هنا كده. فاكرين قرن الفلفل عامل ازاي؟ بص الصوص عامل ازاي. فاكرين الطماطمايه؟ بص بقى التسويه عامله ازاي، دي مهمه جدا. اه شوف نتكلم في ايه. اه ادي الرقبه الضاني. شوف شوف اللحمه. اه شوف عامله ازاي، تسويه باينه. الشنطه اللون اللي خدناه ما حمرناش تاني خلاص. اه بص ثانيه واحده بس نخلصها بالمره عشان نبقى مطلعين ايه، او خلينا الرقبه الضاني على الهواء. اه شوف شوف، انا احب بقى اكل العكاوي كده، اي حاجه فيها عظم تطلع معايا بالمنظر ده. شوف اه تستوي كويس. اه بص العظم عامل ازاي. اه واتخلت الدنيا اهي. اه ما فيهاش اي حاجه، دي عظم نشيلها بس عشان ما تقعش في المطب. حتى بص والبصله بتاعتها عامله ازاي، بالهنا والشفا، تطلع على طول على المائده. وجربوها ان شاء الله تطلع احسن مني ان شاء الله. بسم الله. اه كده اهو. ونجيب عندنا بقى السيرفيس بتاع الرز. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان ناقص له سنه بس ماشي، يلا عشان الحلقه برضو ما نعطلكمش كده اهو. ونجيب البطايه الحلوه دي. الله اكبر. شوف البطاطا عامله ازاي دي كمان. بسم الله الله اكبر. يلا بينا شوف المنظر. واجي الرز ده كان عايز سنه، خد بالك. ها بس انا همشيها كده عشان خاطر ايه البرنامج يعني، والحرقه والهواء والحاجات دي. حبه البصل المحمرين وحبه الزبيب على الوش، وحبة اللوز بالهنا والشفا لحضراتكم، عشان بس الأدانة أنا عارف مش عايز أطور أكتر من كده، بس أنا أحب أقول كل حاجة عشان الصراحة حلوة ما تتخسرش الصراحة.